ايه يا كوتة، ايه يا بابا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. ايه مالك واقفه كده ليه؟ لا ده انا كنت داخله لتيتا اشوفها لو عايزه حاجه او كده اعملها لها. فيك الخير يا حبيبتي، خش يلا. ما انا داخله اهو. ما تخش يا بنت، انت واقفه مطنحه ليه؟ اتفضل حضرتك الاول، انا داخله اهو. انا هعمل مكالمه برضه واجي لها اسال عليها. حضرتك داخله تيتا؟ ايوه. في ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، بس ثانيه واحده عشان هي كانت عايزاني يعني اعمل حاجه. ثانيه واحده بس وهتخليها تنادي على حضرتك. مجنونه دي ولا ايه؟ في ايه؟ انت بتقفلي الباب كده ليه؟ هتعملي فيا ايه؟ اهدي اهدي براحه خالص كده، انا جاي بس اقولك حاجه واحده بس. شفت ابوكي ده؟ هو بابا، بس انا جاي اشوف حضرتك لو عايزه حاجه ومحتاجه حاجه. طلباتك اوامر. ابوسي اموري امر، اموري امر. طلباتي اوامر. مش عارفه اني نفسي في حاجه ساقعه حالا. حاجه الساعه تيتا، مش دي، انا بحب اليوسفي. طب ما قلتيش ليه تيتا مره واحده؟ جه انا عايزاه. لا لا خلاص، حالا حالا. الوصفه تيتا، نفسي بطاطس مقرمشه. الشيبس تيتا، الجو حر قوي مش عارفه ليه. موجود. تفاح، عصير، عصير تاني، كرواسون بالشوكولاته. موجود. تمام. جعانه، نفسي في سمك. احلى سمك من غير سلطه. سوستة يا ماما. حبيبي انت جيت، تعالى وحشني، ده انا عايزاك في موضوع مهم قوي. يا امي عامله ايه؟ انا قلت اجي اطمن عليكي. في ايه؟ في ايه يا بت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في دخان؟ في دخان؟ حاجه شم ريحه دخان؟ ده كل حاجه بتتحرق. لا مفيش اي حاجه، اقعدي ساكته بقى، انا لسه جاي من بره. يلا بقى اطلعي عشان عايزه ابوكي في موضوع. اموريني اطلعي بره شويه كت. طبعا طبعا، ما انا عشان كنت عايزه اعمل حضرتك اللي انت. اطلعي يا بنتي بره. الله، مالها دي؟ انا عارفه طبعا طبعا، براحتكم براحتكم. روحي روحي. ايوه ستكون.